السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طبخة ومعلومة مع أم تسنيم. القصة بتاعت النهاردة إن شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. بصوا يا جماعة، قبل ما ابتدي يعني تخيلوا كده يا جماعة، اشتريتوا بيت في مكان وعرفتوا بعد كده إن البيت ده والشارع اللي في البيت أصلا كله اللي في البيت بتاعك كان مبني الأول مقابر، عبارة عن مقابر، وبنوا فوقها فوق المقابر بيوت. تخيلوا انتوا كده يا جماعه، لو مشترين بيت وعرفتوا ان هو مبني على مقبره، ايه اللي هيحصل؟ القصه بتبتدي من زوج وزوجه في امريكا، اشتروا كانوا عايشين في بيت، فعايزين يشتروا بيت اوسع في مكان حلو وبعرض سعر كويس. كان قاعد مره زوجها ماسك الصحيفه الجريده اللي هو بيقرا فيها، فلقى عرض سعر كويس لمنزل كويس او في مكان حلو، راح على طول انتقل للمكان وراح اشترى البيت ودفع الفلوس وكتب العقد وايه وخد البيت. انتقل هو ومراته للبيت، واول ما راح البيت لقى جميل جدا. كانت مراته عايزه تستغله تعمل حديقه في المنزل من بره عشان لما تخلف اولاد، وهو كان عايز يعمل حمام سباحه في الـ في الـ في البيت، من في الفيلا. هو كان مشتري فيلا حمام سباحه، اكلم شركة كويسة جات عشان تحفر لحمام السباحة. لسه اول يوم يا جماعة المفروض يحفر فيه عشان يعمل حمام السباحة، ظهر له راجل عجوز كده يا جماعة، مقتب، بشرته سودة جدا، تشوفه كده تقول ان هو من الناس اللي بتاعت زمان اللي من افريقيا السودة قوي دي. ظهر له وراح قال له انا عايزك في موضوع، قال له انا معرفكش، قال له بس انا عارفك، يا ريت ما تنبش في مقابر الميتين. قال له ما نبش في مقابر الميتين؟ قال له احترم الموتى. قال له انا مش فاهم انت بتقول ايه. قال له ما تحفرش في حديقة منزلك وتعمل حمام سباحة. قال له ليه؟ انا حر، ده بيتي، انا مشتريه، اعمل اللي انا عايزه فيه. قال له لا، انت ما تعرفش ان هنا الشارع ده كله كان مقابر واتبنى عليه الفلل، وما ينفعش ان انت تفحر، كل ما تفحر هتلاقي جثث بتاعت ناس. قال له انت مين؟ قال له انا جارك، انا بحذرك ان انت تعمل حاجه زي كده، وان انت تحفر في الارضيه بتاعت الجنينه بتاعت الفيلا. راح قال له لا، انت مالكش دعوه ومالكش كلام معايا. قال له يا عم الحته دي كلها كانت مقابر معموله للعبيد الهنديين، كانوا عايشين هنا، وفي مره واحده جالهم وباء وكلهم ماتوا، فالمكان اللي كانوا عايشين فيه عملوه مقابر. جات ناس بعد كده هدت كل المقابر وبقت سوتها بالارض وعملت بيوت. ما ينفعش ان انت تنبش في الميتين. راح قال له مالكش دعوه، ده بيتي. راح الراجل ما سمعش الكلام وخلى الناس تحفر يا جماعه. في اول يوم حفر لقوا ايه يا جماعه؟ طلعوا اتنين تابوت فيهم اتنين جثه، جثه بتاعت واحده ست وجثه بتاعت راجل هنديين يا جماعه. الاتنين كانوا لابسين خواتم للزواج، الهنديين طبعا بيلبسوا في ايدهم خواتم للزواج. طبعا الراجل اللي هو الزوج اللي بيحفر ده راح طلع الخواتم اللي هي الدهب دي خدهم، وراح قفل التابوت وقال لهم ايه كملوا حفر بكره. طلع التوابيت وعرف ان دي واحده ست وجوزها. فطبعا هو ما شاف الحاجات دي يا جماعه ما خافش ولا اي حاجه ولا عمل اعتبار للموتى برضه، وفضل يحفر وقال لهم تعالوا بكره تحفروا. مراته لما سمعت كده قالت له ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، كده غلط. راح قال لها ما تتدخليش انت في الموضوع ده. عدى يوم، بقت مراته يا جماعه تسمع اصوات صريخ واصوات همس في ودنها بتقول لها احترمي الموتى، تسمع صوت الباب اتفتح وكأن جوزها جه وجوزها ما يكونش موجود، تخش المطبخ تلاقي الحلل والمواعين بتقع في الارض لوحديها، الحاجات بتتكسر. راحت قالت لجوزها، جوزها قال لها انت بتتوهمي من ساعه ما عرفت ان هم البيت مبني فوق المقابر وانت ايه قرفاني بالموضوع ده، انت بيتهيألك. لغايه ما هو في يوم يا جماعه كان راجع من الشغل متاخر، دخل بيفتح الباب يا جماعه لقى شبح اسود ماشي في الممر بتاع الفيلا. مشي ورا الشبح ده يا جماعه بالراحه لغايه ما الشبح وصل للدولاب بتاع مراته واختفى عند الدولاب. فبسرعه الزوج نادى للزوجه وقال لها تعالي بسرعه انا شفت كذا كذا، تعالي نفتح الدولاب. راح فتح الدولاب هو وزوجته، بيفتحوا الدولاب يا جماعه ملقوش حد، ملقوش الشبح اللي اختفى. بس مراته لاحظت ان الجزمه بتاعتها كان مشتريها بمبلغ كبير قوي. الجزمه دي كانت شايلها يا جماعه بتروح بيها السهرات، جزمة غالية قوي عليها وبتخرج بها في الحفلات، ملقتهاش. فاستغربت وملقوش الشبح، فقالت له احنا لازم نمشي من البيت ده، البيت ده في حاجة غريبة، جزمة اختفت، انا بشوف حاجات غريبة وانت شفت النهاردة شبح، لازم نمشي من البيت. جوزها برضو بيقول لها دي خرافات ومش هنمشي وادينا قاعدين.
فطبعا جت تاني يوم يا جماعة عشان الناس تحفر في التابوتين، هو قرر ان هو يرجعهم مكانهم، بس مش هيبطل حفر، هيفضل يحفر. فلقى هناك على التابوت بتاع زوجة الراجل الهندي اللي متوفية اللي لقوه تحت الارض رقم التاريخ بتاع امبارح، يعني تاريخ عيد ولادتها بتاع امبارح. فعرف ان كان عيد ميلادها امبارح، فتخيل قال ان هو مثلا زوجها الشبح دخل خد، فنسيت اقول لكم يا جماعه ان هو لقى الجزمه جوه التابوت، فلما لقى التاريخ ربط الاحداث ببعضها يا جماعه، عرف ان شبح جوزها طلع وخد الجزمه كان بيديها هديه لمراته. فطبعا لما مراته يا جماعه هم ربطوا الاحداث ببعضها، لما مراته عرفت الموضوع ده وقفت في وشه وقالت له لازم نبيع البيت ولازم نمشي من البيت ده، لازم نمشي من البيت ده حالا، انا مش هقعد ولا دقيقه. وطبعا الزوج لما شاف الحاجات دي اترعب يا جماعه وخاف وصدق فعلا ان هو ما ينبش في الاموات، ونزل التوابيت زي ما هي وقفل الحفره وقال انا مش هحفر تاني، وساب البيت ومشي، وفعلا راح لملك البيت اللي اشترى منه ورجع فلوسه. يا جماعه ما ينفعش حد يحفر في مكان مقابر، ما ينفعش تنبش في الميتين، ما ينفعش، دي الميتين لها حرمه لازم نحترمها. واللي حصل ده حقيقي في امريكا يا جماعه، القصه دي مش خياليه مش من دماغ حد، القصه دي حقيقيه حصلت وانا حبيت اشاركها معاكم. يا رب القصه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش الاشتراك والتعليق واللايك يا جماعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.